بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحبكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم سوف أقدم جملة التعجب، لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بدرس الماضي الذي رأينا فيه لا فغاز انتروغاتيف. ما هي جملة الاستفهام؟ كلها فغاز انتروغاتيف. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à questionner, à poser une question ou à interroger. هي الجملة التي تستعمل لطرح السؤال أو التساؤل. إذن كيف نتعرف على جملة الاستفهام؟ بالنسبة لجملة الاستفهام فهي تنتهي دائما بعلامة الاستفهام هكذا. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. وتأتي في على ثلاث أشكال. Et elle vient en trois formes. لكي نتعرف على جملة الاستفهام لديها ثلاث أشكال. الشكل الأول فهي تأتي بشكل مباشر. Tu as mal à la tête. تي مال على تيت في الأخير، هناك شرط دائما يجب أن يكون هناك علامة الاستفهام. ثم الشكل الثاني فإنها تأتي أي نضيف إليها في بدايتها إسكو تي مال على تيت، نفس الجملة هنا في الأول نضيف إليها إسكو. ثم لدينا هنا لانفيرسيون دي سوجي، أي أن الجملة نبدأها بالفعل ثم يأتي بعده مباشرة الفاعل. أتي مال على la tête. As-tu mal à la tête? إذا الشكل المباشر. Tu as mal à la tête. Est-ce que? Et nous avons ici l'inversion du sujet. ننتقل إلى درسنا لهذا اليوم هو جملة التعجب. بالنسبة لجملة التعجب أي التعجب فإنه نستعمل هذا الأسلوب للتعبير عن إحساس ما، إما يكون السرور أو إما يكون التعجب أو الخوف أو الغضب إلى آخره، يعبر عن الإحساس. الأفغاز إكسكلاماتيف سير أ إكسبريمي أن سنتيمون، أن إحساس، أ إكسبريمي أن سنتيمون. مثل هذه الجملة الأولى كوم Je suis contente de voir les enfants. مثلا لدينا هنا هذه الكلمة يمكن تقولها الجدة، فهي تعبر عن إحساسها أو فرحها برؤية ماذا؟ الأطفال. Comme je suis contente de voir les enfants. إذن بالنسبة لجملة التعجب تنتهي دائما بعلامة ماذا؟ التعجب. La phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation. إذن ننتقل للجملة الثانية. Quelle belle dent. هذه الجملة تعبر عن الإعجاب. إعجاب بماذا؟ بالأسنان. يا لها من أسنان جميلة، فهي تثير النظر. إذن cette phrase se termine par quoi? Se termine par un point d'exclamation. On a أدوات التي استعملناها لتعبير التعجب. لدينا كوم كم، ثم كيل يا لها. إذن إخواني أخواتي، قبل أن أستمر في الدرس أدعوكم للإشتراك في قناتي بالضغط على الزر سابوني وضغط على الزر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. إذن ننتقل إلى القاعدة جوغتيا. ماذا تقول القاعدة؟ La phrase exclamative. La phrase exclamative فهي سميت بهذا الاسم وتشبه كذلك علامة التعجب. Le point d'exclamation. إذن لكي نتذكر هذه الجملة، نحن نعرف مثلا علامة الترقيم point d'exclamation، إذا كانت تنتهي ب علامة التعجب فإن الجملة تسمى علامة جملة التعجب. La phrase exclamative sert à exprimer des sentiments. إذن ما هي وظيفتها؟ فإنها
توظف في التعبير عن الأحاسيس لي سونتيمون. ما هي الأحاسيس؟ مثل الفرح، الغضب، الإعجاب، القلق إلى آخره. في ماذا تختلف لفغاز إكسلاماتيف إلى فغاز أمبيراتيف؟ بالنسبة لفغاز أمبيراتيف جملة الأمر، فهي تستعمل للتعبير عن الأمر، للتعبير عن النصيحة. أما جملة التعجب فإنها تستعمل للتعبير عن الأحاسيس. بالنسبة لجملة التعجب فإنها تنتهي دائما بعلامة التعجب. أما بالنسبة لجملة الأمر فهي يا إما تنتهي بنقطة، ويمكن كذلك أن تنتهي بعلامة التعجب. إذن بالنسبة لجملة التعجب الفراز إكسكلاماتيف se termine toujours par un point d'exclamation. ويمكن أن تنتهي بنقطة. إذن ننتقل وإياكم إلى التمرين. Je m'entraîne. إذن المطلوب منا souligner la phrase exclamative. الجملة الأولى il est très gentil. رأينا في الخلاصة أن la phrase exclamative se termine toujours par un point d'exclamation. تنتهي بعلامة التعجب. هذه الجملة تنتهي بنقطة. إذن هذه الجملة c'est une phrase déclarative. الجملة الثانية il est malade. Il est malade. بماذا تنتهي هذه الجملة؟ الجملة تنتهي بعلامة الاستفهام. Il se termine par un point d'interrogation. Alors c'est une phrase interrogative. جملة الاستفهام. La troisième phrase quelle belle voiture. يا لها من سيارة جميلة. هنا إعجاب بجمال السيارة. إذن cette phrase se termine par un point d'exclamation. تنتهي بعلامة التعجب. إذن هذه الجملة فهي جملة ماذا؟ التعجب. C'est une phrase exclamative. إذن إخواني أخواتي، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخل علي بالضغط على زر سابوني والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا كذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.